مجزرة أو في مجاعة مضايا، ودي المجزرة البشعة اللي أشرف عليها قاسم سليماني وحسن نصر الله بأنفسهم. إيه اللي حصل؟ شوف يا سيدي، مضايا دي يا سيد العزيز عبارة عن واحدة من أجمل البلاد وأجمل المصايف السورية، وبلدة مضايا دي بتتبع إداريا منطقة اسمها الزبداني، والزبداني دي تعتبر واحدة من أهم المناطق لإيران وحزب الله. المهم يا سيدي، أو اللي حصل، واحدة من العمليات العسكرية اللي نفذتها إيران أو ميليشيات إيران وحزب الله نفذوها في بلدة اسمها بلدة الزبداني اللي لسه قايل لك عليها دلوقتي، وكانت عملية عسكرية شرسة وقاسية جدا جدا. فنتيجة للعمليات العسكرية دي بدأوا الأهالي إنهم ياخدوا بعضهم ويهربوا أو ينزحوا على بلدة اسمها مضايا. فأول ما الناس أو الأهالي وصلوا هناك، جت قوات سليماني على قوات حزب الله على النظام، وقرروا فرض او ضرب الحصار على البلد والمنطقه كلها، وقال لك ان الناس دي بيدعموا الثوره والثوار وبيدعموهم كمان بالسلاح وبيخبوهم في بيوتهم، وعشان كده فرضوا عليهم الحصار، وقال لك الناس دي لازم تموت بالبطيء وغير البطيء. في البدايه ومن اجرامهم وعشان يحكموا الحصار بنسبه 100% راحوا جايين عاملين حزام حقل الغام حوالين المنطقه بالكامل. بعدها جم على أطراف البلدة عند كل مدخل ومخرج فيها، وبدأوا يزرعوا قناصة في الأماكن العالية في المنطقة كلها، بحيث إن أي حد سواء من الأهالي أو غير الأهالي يفكر بس إنه يدخل أو يخرج، إن ما ماتش من الألغام فالقناصة تجيب أجل. وبعد ما حصرهم يا باشا وخلاص خلصوا، يتسلوا عليهم بقى براميل متفجرة، قنابل كيماوية، قنابل حارقة، مياه مسممة، أكل مفيش، شرب مفيش، علاج مفيش، حتى دفن الجثث كمان مفيش. لحد ما وصل الحال بالأهالي المحاصرين إنهم أكلوا القطط وأكلوا الكلاب وأوراق الشجر، لحد ما تحولوا حرفيا وهم أحياء لهياكل عظمية، واللي ما كانش بيموت بالرصاص كان بيموت بالجوع. طبعا حضرتك التفاصيل وأنا بحكيها لك دلوقتي في سيناريو عمال يلف ويدور في دماغك، لكن المرة دي بقى ما كانش الإسرائيليين اللي بينفذوه، ده اللي كان بينفذه المرة دي إيران وحزب الله بإيديهم ورجالته. ومش بس كده، ده في نفس الوقت اللي بدأت تنتشر فيه صور الأطفال السوريين وهم بيموتوا من الجوع، كانوا رجال الحزب بقى على جانب آخر بيصوروا أنفسهم وهم بياكلوا وبينهشوا زي الضباع. 42 ألف مواطن محاصرين لمدة سنة و8 شهور، على الرغم ان ما كانش فيه جوه المدينة الا 125 مسلح فقط لا غير. ال 125 دول بعتوا وقالوا لهم احنا هنخرج بره البلد كلها بس فكوا الحصار عن اهلنا، ومع ذلك النظام برجال قاسم سليماني وحزب الله رفضوا وقالوا لا، خليكوا جوه وتموتوا كلكم. وكل تفاصيل حوادث القتل دي كانت كوم، وتفاصيل الاختطاف والاغتصاب كانت كوم تاني. واختطاف بقى مش بالمعنى اللي حضرتك عارفه، يعني واحد مثلا يخطف وبعد كده يهرب ويبدا يتصل على الناس ويساومهم ويطلب فديه فيروحوا ويسلموها وياخد اللي اتخطف، لا، كل بقى التفاصيل والفيلم الطويل العريض ده كله كان بيحصل دلوقتي، يعني يخطفوا وياخدوا الفديه دلوقتي. تدخل العصابه من دول فياخدوا مثلا بنتك او زوجتك او ابنك ويقولوا لك عايزنا نسيبه، ادفع فديته، ادفع ثمنه. وكلمه افديها دي بعدها مباشره لازم يكون ردك حاضر، تاخد بعضك وتروح تجيب الفلوس او تجيب الذهب وتدفع فديتها دلوقتي. واللي يفكر بس انه يفاصل، مش هقول لك يرفض، يفاصل، تكون النتيجه فورا ممكن يتم اغتصاب بنته او زوجته او اي حد من طرفه قدام عينيه، وبعد ما يتم اغتصابها يتم قتلها. الاكتر من كده ان نفس الشخص ده لو فكر بس انه يرفض ويتشجع كده ويرفض اللي بيحصل ده ولا اي حاجه، بمنتهى البساطه طلقة في دماغها وزيها في دماغه.